يستفيد من تبديل ملعوبه الكره داخل منطقه العمليات بالراس خالي ولكن مرت من جديد يا سلام جراب اول اهداف المباراه الهدف الذي سيحرر طبعا العناصر شباب بن جداد وانصاري فوق المدرجات سنشاهد كيف كانت اللقطه والهدف ملعوبه الكره الراسيه بعيده تماما ولكن المتابعه مباشرة يلعب نساخ كرة داخل منطقة العملية لمصلحة مولودية وران صعبة وخطيرة التوزيع والتسديدة ولكن جانبية للمولودية محاولة الانطلاق التسديد جانبية فوق العارضة من بالأمارة لصالح مصلحة مولودية وران ممتازة محاولة الدخول داخل منطقة العملية سلام ولكن بعيدة مطرلي في محاولة لمولودية وران لحميدي يحضر لكرة داخل منطقة العمليات ضيعة فوق مرمى الحارس خيري عملية ممتازة المشاكل وخاصة المشاكل الإدارية من هنا القائم شوطي بيزرح أمنوا لك على الجهة السلام ضعت شوطي من جديد يحاول ولكن الكرة ضيعة التسديد والحارس القائم الجهة اليسرى يتمكن من الكرة دخول من بوسليو ركلة جزاء يقول الحكم صعبة وخطيرة هذه الكرة على مرمى مازوزي ودفاع مولودية وران بوسليو ها هي التسديدة القوية في اليد مباشرة لفيفيان اللقطة واضحة كانت بوقت ما زال سعيون القائم لم يكن محظوظا هو القائم يربط الكرة ضيع عيبون جانبية كرة سانحة وفرصة أخرى لعيبون عمل كل شيء التقدم الممتاز ربح المساحة دائما من هناك بومد الفريفر وركل الجزاء يقول الحكم عبيد شرف يعلن عن ركل الجزاء لمولودية وران ترفض الخسارة مولودية وران في انتظار طبعا والبطاقة الصفراء خالي يكون قد ارتكب الخطأ بالدفع دفع على فريفر بعدما تجاوز فريفر بومد السريع تجاوز خالي لم يجد إلا الدفع في هذه الكرة وكان الحكم السيد عبيد شرف قريب من اللقطة ويحتسب ركلة جزاء لمصلحة مولودية وران منصوري بقوة كبيرة منصوري يعدل النتيجة لمولودية وران بالعرض البطيء بقوة كبيرة من منصوري بيصرح في سقف المرمى يعدل النتيجة لمولودية وران حاول تعود الكرة من بالعمارة في انطلاقة صعبة وخطيرة عمارة لمولودية وران بعيدة فرصة كبيرة لمولودية وران القائم صافرة الحكم السيد عبيد شرف تعلن عن نهاية المباراة